الجملة هنا سوق المثلث. الجملة زي ما انتم شايفين بقى هنعمل مهرجان المانجا النهاردة وهنشوف مع بعض المزادات وهنتعرف على انواع المانجا السنة دي المختلفة والاسعار كمان. ان شاء الله يكون فيديو مفيد بالنسبة لكم، بس ما تنسوناش بقى باللايك، انتم مقلين جدا في اللايك على القناة، اتمنى تشجعوني باللايك. وكمان اللي لسه بيتابعني لاول مرة اتمنى ان هو يعمل اشتراك في القناة، ويلا بينا نشوف مع بعض انواع المانجا في موسم المانجا. زي حضرتك عامل ايه؟ طيبين. وحضرتك طيب؟ بسم الله ما شاء الله، انا شايفه انواع كتير من المانجا. عرفنا الانواع وكمان الاسعار عشان في تضارب جامد قوي في الاسعار. هو اولا البسط والقويس والسكر الممتاز والسكر الابيض والكمبوريس والزبده والفجر الكلام والنعومي ما شاء الله والصديقه والاصناف البلدي والسكر الازاز، في انواع كتيره يعني. بسم الله ما شاء الله، انواع كتير جدا. والسنه دي الانتاج عالي يعني. غير السنه يعني اللي فاتت. كيلو لو السنه اللي كان ب 30 جنيه جمله، السنه دي الكيلو بقى 30 جنيه. لان الانتاج الفدان اللي كان مثلا بيجيب 5 طن يجيب 15 طن كمثل يعني. ما شاء الله. يجيب طن يجيب 3 طن. لو اتباع ب 10 جنيه يبقى الكيلو بقى ب 30 جنيه. الخير في الارض في السوق. ما شاء الله. يعني الفدان المانجا لو بجيب نفس السنه اللي فاتت 2 طن، السنه دي جايب 6 طن. يعني ثلاثة. ما شاء الله. طب ليه يا حاج نبيل برغم ان ما شاء الله الخير كتير الا ان الاسعار غاليه جدا في السوق؟ كيلو العويس وصل ل 80 جنيه في السوق. ده جشع، جشع بايع، بايع جشع بياع مش تاجر. التجزئه النهارده انت انا ابيع كميه كبيره واكسب. يعني لما اخد مانجا ب 10 جنيه وابيعها ب 11 وابيع له 300 400 كيلو ده مورده. النهارده انا باخد من 100 كيلو مانجا ابيع 50، عايز اعمل اديهم بثمنهم. ده مش جدع ده ولا جشع. جشع التاجر او بياع التجزئه. ده يعني هقول لحضرتك على حاجه، لما الواحد يبيع اقل يبيع اكتر ويكسب اقل بيجمع. طبعا بيجمع طبعا. وبعدين يحس بالناس المكسب زياده على الربع. مش عايز اقول لك محرم، هو المكسب زياده على الربع محرم، هيبقى صعب. اغلى كيلو مانجا في الجمله كام؟ السكري اعلى حاجه 12 جنيه. 12 جنيه 12 جنيه السكري الممتاز. لا السكري الابيض الممتاز ب 13 14 و15، اقل درجه ممتاز من العويس. اقل درجه. والعويس العويس من 15 جنيه لحد 32 جنيه. اغلى حاجه اللي بتتباع ب 80 جنيه. والبسط 35 جنيه. كمان 35 جنيه. يعني الاسعار حلوه جدا. دي متعايزه هو بتاعت الغلابه. طب تنصح يعني الناس بايه؟ والله انا يعني لو في منافس، لو في مصانع، لو في حاجات هتبقى في الدنيا مظبوطه. لو في منافس كده بتابع الحكومه ها؟ يبقى بيجي ياخد ويبيع بسعر، بيسلم المواطن بسعر يعني هو هامش ربح. هتبقى الدنيا حلوه وجميله. لان الانتاج ما شاء الله كتير والخير كتير. النهارده البياع بيحط المانجا وبيصور جنبيها كده. لان هو عايز يكسب ياخد ب 10 يبيع ب 20. ما تاخد يا عم ب 10 يبيع ب 12 يبيع ب 11. يقول لك في مصاريف تكاتك ونورون ومش عارف وبوابه وبياعه وانت بتحسب لي. ما تطلع كل حاجه ليها مصاريف، ربع جنيه ونص جنيه مشكله، وطلع عليك نص جنيه جنيه وبيع. مزاد المانجا بيبدا من الساعه كام للساعه كام؟ من بعد العشاء ان شاء الله، من لحد يعني حسب الناس الموجوده. يوميا من بعد العشاء. بعد العشاء حسب الغرابه والبياع الموجوده. المانجا بتجيلكم محافظات ايه؟ لا هنا احنا اغلبيه شغلنا سينا والسويس. اسماعيليه بقى. اسماعيليه بدات تنزل دلوقتي. واسماعيليه بتنزل الله اكبر يعني. اسماعيليه السنه دي انتاج نمبر 1 ما شاء الله. يعني اسماعيليه لما تنزل المانجا بتاعتها بتحمي كيلو المانجا مش هيقل عن 7 8 جنيه كمان. ما شاء الله. لان الانتاج رهيب رهيب رهيب. بسم الله ما شاء الله. لان لا مؤاخذه معلش في اللفظ، هي شجره المانجا او الارض عامله زي الست، لما بتريحيها وبتيجي تحمل بتجيب عيل يعني شديد. لكن لو تجيبيها نفس ما هو المانجا بقى، المانجا بقى لها سنتين مريحه. فعلا. والسنه دي جايبه انتاج عالي. يعني نطمن الناس ان المانجا في متناول الجميع. موجوده موجوده اهو. وبقى موسم، بقى موسم المانجا بتقعد 5 شهور. موسم لحد شهر 2 ممكن تاكل المانجا. طيب المانجا الاسماعيلاوي احلى ولا السويسي؟ لا السويسي بالتاكيد، عشان نسبه الملوحه اللي في الارض ونسبه العناصر الموجوده في الارض
محتفظ الارض لسه بالعناصر بتاعتها. العناصر اللي في البني ادم موجوده في الارض، الحديد المنجنيزيوم والمغنيسيوم البوتاسيوم كل موجود العناصر في الارض بتيجي على الحباب، بتيجي بالثمر، بتيجي نتيجه لان الثمره دي بتشرب من الارض. فموجوده. محافظات ايه بقى اللي بتيجي هنا المبيع يعني؟ المبيع الغرامه كل المحافظات، من المنيا، من الصعيد، من اسكندريه، من العمريه، من البحيره، من المنوفيه، من المنصوره، بورسعيد، كل الدنيا فيها ما شاء الله. احنا قدامنا كده دقايق ان شاء الله. ان شاء الله كل عام وانت طيب. مش عايزه اي معلومه. الله يبارك لك وحضرتك طيب. وده كده كان لقائنا بالحاج نبيل هنا صاحب محل او شركه ابناء القناه الحاج محمود خليل واولاده، اكبر تاجر مانجا وفواكه هنا في السوق، سوق المثلث بمحافظه السويس زي ما قلت لكم. دقايق وهيبدا المزاد وهنتعرف مع بعض على مزاد المانجا ونشوف مع بعض الاسعار برضو يعني ايه حصري ولايف قدامكم كده، وان شاء الله تستفادوا باذن الله. شايفين الخير كتير زي ما قال لنا الحاج نبيل، والانواع كتير ومحدش بقى يستغلنا ومحدش يعني يغلي علينا. معانا بقى الحاج ايمن. مساء الخير يا حاج ايمن، يا ريت تعرفنا بانواع المانجا بقى والكرتونه فيها كام كيلو؟ الناس بتسال. الكرتونه بتتراوح من بين 11 كيلو ل 10 كيلو. من 11 ل 10. ده سكري ابيض. يعني ممكن تطلع لنا واحده كده نوريها للناس شكلها بيبقى عامل ازاي؟ هو في سكري ابيض وسكري ايه؟ في سكري ممتاز. ايه الفرق؟ وانهي الاحلى؟ الفرق السكري الممتاز اعلى. موجود برضو هنا؟ موجود حضرتك. ده بكام السكر الابيض؟ ده بيتراوح من بين 14 جنيه ل 10 جنيه. تمام. وفي نبيلي. نبيلي؟ ده ايه انا ما سمعتش عنها دي؟ نبيلي حضرتك. دي حلوه برضو؟ اكل ولا عصير؟ لا اكل. ايوه يا رايق. من بين 13 جنيه 14 جنيه. تمام. وفي مانجا زبده. الزبده بكام السنه دي؟ الزبده من 9 جنيه لحد 12 جنيه. على حسب طبعا. على حسب الاحجام بتاعتها. في ناس بتتكلم على الصديقه بكام؟ الصديقه 20 جنيه 18 جنيه. 18. تمام. وده ايه؟ سكري. في صناعه سكري. الصغيره دي سكري برضه؟ سكري. سكري. سناره؟ في ناس بتسمعها على لا. سناره. بكام؟ بكام؟ بين 10 ل 12 جنيه. تمام. بس دي ايه؟ ايه افضل نوع منك للاكل وافضل نوع منك للعصير؟ بص حضرتك القويس رقم واحد. القويس وفص. رقم واحد. تحت منه سكري ممتاز. تحت منه سكري. حضرتك العصير الزبده كمبوري. موجودة في كمبوري؟ شبه الزبدة دي. شبه الزبدة كمبوري. ودي برضه نفس الوزن الكرتونة؟ لا دي ما بين 13 كده 14 كده عشان دي صندوق كبير. ده من البحر. وده قلنا سكري. ده سكري نمرة 2 صغير رفيع. سكري نمرة 2. سكري صغير. عايز اشوف السكري الممتاز. ده سكري ممتاز. ده سكري ممتاز؟ ده شبه العويس. بس في شبه ممتاز. كبير بينه وبين العويس يعني. تمام؟ ده أفضل حاجة في كل عويس. اللي هو كام سعره؟ عويس وفص. كام سعره؟ ما بين 38 لحد 25 جنيه في مانجا عويس. والفص من بين 40 45. هو انتوا ليه دايما بتقولوا الرقم الكبير الاول وبعد كده بتنزلوا؟ عشان حسب الجوده.
حسب جودة الخضار. انت بتقول اعلى حاجة وانت حسب الجودة. حسب الجودة. تمام. كم نوع تقريبا؟ 10 انواع موجودين معانا النهارده؟ لا في كتير، لا في كتير. كتير قوي ما شاء الله. طب المزاد بقى اكتر حاجة عليها ضغط ايه؟ سكري، سكر والزبدة. اكتر حاجة؟ سكر والزبدة. اكتر من العويس؟ وحضرتك بتعمل الشغل دلوقتي. طب يلا بينا بقى نبدا المزاد. يلا يا عم. يلا تمام. ابعت ورقة وقلم يا احمد. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.